بعرف شو ساويتي. شو ساويت؟ وقعتيني بفخ. كنتي بتعرفي انه رح يشكوا فيني، اتصلتي بالمركز وخبرتيهم انه نبعت سونا لعندهم. حبيبتي على فكرة باين عليكي مو منيحة، بس هذا الشي طبيعي بعد المشاكل اللي عملتيها. يعطيك العافية أختي مليكة، في شي ساعدك فيه يا ترى؟ عم ساوي محلاي، سونا بتحبها كتير، إن شاء الله أقدر خليها تاكل. معك حق، هي ما عم تاكل أبداً. مزبوط، من قبل كانت تاكل كتير، بس هلأ تقريباً ما عم تاكل شي. معقول الدواء عمل فيها هيك؟ والله ما بعرف. أختي مليكة، على علمك سونا عم تستعمل دواء جديد شي؟ لا، ما تغير، نفس الدواء. طيب دكتورة يلي كتب لها، قصدي يلي متابع حالتها؟ جامري مهتمة بهالموضوع، وهي اللي جابت التقارير من المركز، وهي اللي بتجيب الدواء. طيب انتي شفتي هاي التقارير؟ لا بنتي، سألي جامري إذا بدك، أكيد رح تجاوبك. أساساً سونا ما بدها غير جامري تهتم فيها. ليش عم تسألي؟ ولا شي، عندي فضول أعرف مو أكتر. رح يلزقوا إذا ما حركتهم. هاد دواء بيستخدموه لمشاكل النوم. معقول الدواء عم يفوت سونا بهالحالة؟ أي بس كيف؟ لشوف إذا في له تأثيرات جانبية. ما عاد فهمت شي، تأثيراته الجانبية مانا كتيرة أبداً. لكن ليش عم بيصير معاه هيك؟ على الأغلب هاد الدواء ما عم يفيده. ولا ليكون غير دواء؟ ما بظن جامري تكون سيئة لهي الدرجة. لازم أعرف شو هو هذا الدواء بسرعة.